لسه محتاجة إلى إعلان دم المسيح على هذه الدوائر. أنا بدي أعلن أول دائرة وبتكون صلوا معي شوي، ولا نأخذ يعني اسمحوا لي أخ سامي يسمح لي نأخذ 3-4 دقائق بس نصلي، لأنه في دوائر في حياتنا لسه الدم مش داخل فيها بقوة. أنا بدي أعلن أول دائرة هي دائرة الأفكار. أفكار أنا محتاج إنه دم يسوع يستعلن على أفكاري. استعلن كل قيد على الأفكار، كل قيد بيهاجم بالأفكار، كل عدو بيجي على الأفكار من أي باب من أي طريقة، كل إشي بيدخل للأفكار وبيخلي أفكار مشوشة، أفكار متضاربة، أفكار كأنه حرب جوات راسك، في اسم يسوع أنا بعلن دم المسيح على هذا الباب، على هذه الدائرة من دوائر حياتي، وبوقف دائرة الأفكار السلبية، بوقف دائرة الخوف، بوقف دائرة الحرب القائمة بالأفكار باسم الرب يسوع. أنا بعلن إيماني أنه كل أفكار وكل ما يرمي العدو على أفكاري وعلى أفكار أخواتي الآن ينكسر في اسم الرب يسوع. كل أفكار من الماضي، كل أفكار ذكريات قديمة، كل مرة يجيني فكرة حصلت بالماضي، كل مرة يضايقني بأفكار من العالم أو أفكار بسبب علاقات خاطئة، اليوم أنا بعلن دم المسيح على كل هذه الأفكار، بوقف هذه الأفكار، بوقف الصداع، بوقف عدم التركيز. لو أنت بتشعر أنه في تركيز براسك بسبب الأفكار الآن ركز معي، قل باسم يسوع هذه الدائرة أنا بعلن عليها دم المسيح، هذه الدائرة أنا بوقفها. مش عارف شو الدوائر اللي عندنا، لو في دوائر من فضلك صلي وأعلن هاي ترنيمة. صدقوني أنا جواتي بشعر نار، ربي يقول لي في 3-4 دوائر خلي الدم عليه، يمكن في دائرة مرض، في دائرة علاقات، في دائرة اختيارات، في دائرة زواج، في دائرة أطفال، عندك أطفال عندهم مشكلة. تعالوا نصلي، ناخد دقائق بس قبل الترنيمة رح ندخل فيها. يا ريت نصلي، شو الدائرة اللي شغلتك؟ هللويا، صلي شو الدائرة، ارفع صوتك، صلي بهاي الدائرة، لا تخجل انك بتصلي فيها، خليها قدام الرب، اطرحها قدام النعمة، اطرحها حتى لو كانت دائرة تحرير. لو شعر نفسك مقيد بروح قل حررني، حرر هاي الدائرة في حياتي. لو شعر نفسك مقيد بدائرة عدم طهارة، أفكار مشوشة، لو شعر نفسك بتشك في خلاصك، عادي يهاجمك بالخلاص، لو في دائرة خوف، لو في دائرة خوف على أولادك، مش عارف ليه بصلي الآن بهاي الدائرة، يا ريت تساعدوني بالصلاة، يا ريت حدا يصلي معي. أشكرك. تعال يا رب وخلي دمك على كل دائرة. أنا بعلن دم الرب يسوع على دائرة الأشياء اللي بتحارب أخوي سامي بالأفكار، بالدوخان، هاي الدوخة الآن أنا، خلونا نتحد نصلي لسامي إنه يتوقف هذا الموضوع بدون علاج، بدون أطباء، بدون فحوصات، بدون ولا شيء. هاي الدائرة اليوم تنتهي باسم الرب يسوع. هذه الدائرة اليوم أنا بعلن دم المسيح على هذه الدائرة. ما في خوف من أنه يلتفت يمين أو يسار أو يطلع لفوق أو ينزل لتحت بعمله أو في الخدمة أو في البيت أو في الكنيسة. أنا بنتهر هذه الدائرة وأعلن حرية لهذه الدائرة، حرية الآن، حرية من هذه الدائرة. من يتحد معي ويصلي هاي الصلاة اليوم ونعلن أنه في حرية لسامي من الحرب الروحية على هذه الدائرة في حياته، دائرة مرض غير ما الدكتور بيقول ما في شيء، لكن في عدنا اسم اسمه اسم يسوع، وفي عدنا دم اسمه دم يسوع. بنعلن دم المسيح الآن على هذه الدائرة بحياة سامي. تعالوا نعلن الدم كذلك على دائرة بيوتنا، كل بيت من بيوتنا، كل شخص حتى اللي بيسمعوني، لو أنت عندك مشكلة في البيت، عندك أطفال، عندك أحفاد، عندك مشاكل أسرية، عندك
عائلة عم بتواجه ضغوطات، عندك سنة جديدة لأولادك، حياة جديدة لأولادك، وأنت شعر أنه في مشكلة عم بتواجهك الآن، أعلن هاي الدائرة تنغلق الآن بقوة وسلطان اسم الرب يسوع. أعلن أنه دم المسيح الآن، أنا أؤمن بقوة الدم، أنا أكرس نفسي، أنا أكرس أولادي، أنا أكرس جسدي، أنا أكرس إرادتي، أنا أكرس كل ما أعمل اليوم لأجل مشيئة الرب تحدث الآن في حياتي. لو شعر أنك بدك تكرس إرادتك للرب، قل له أنا بكرس إرادتي إليك يا رب، وبدي يا رب قوة الروح القدس الآن تيجي بقوة بصدمة على كل جسدي. لو شعرت جسدك بيرتعش لا تخاف، لأنه قوة الروح القدس عم تملأ هذا المكان. اطلب من الرب يرسل نار الآن، قل له يا رب افتح السماء، افتح السماء يا رب، افتح السماء يا رب، أنا بدي سماء جديدة. مكتوب لما صلوا امتلأ البيت، مش بس العلية، امتلأ البيت من الروح القدس. هللويا، سبحوا الله في قدسه. آمين يا رب، هللويا، مجداً.